أمضى طفولته بين جدران هذا البيت، وفيه أيضا تزوج في سبعينيات القرن الماضي. عقود عديدة قضاها عبد الفتاح وعائلته في حارة كرم الجاعوني بحي الشيخ جراح، عنوان تعتزم سلطات الاحتلال طرده منه مطلع مايو أيار المقبل. يعني زي المحكوم بالإعدام، موجود في الزنزانة، محكوم في الإعدام بس مش معروف وقت يجدم عدمه، بكرة بعده. كالمحكوم عليه بالإعدام، شعور تتشارك فيه عائلات هذا الحي مع اقتراب موعد إخلائهم. على جدران منازلهم يتجلى خوفهم من مستقبل مجهول. ما يقارب 80 فلسطينيا معرضون للتشرد والرمي إلى الشارع في حال نفذ قرار الإخلاء. جميع هذه العائلات هجرت بسبب النكبة عام 48، واستولت إسرائيل على بيوتهم وأراضيهم. وبعد 70 عاما ونيف تلاحقهم سلطات الاحتلال بعد ادعاء مستوطنين ملكيتهم للأرض قبل النكبة والتي بنيت عليها المباني، ملاحقة يفسرها متابعون استهدافا متواصلا من سنوات لحي الشيخ جراح بسبب قربه من المسجد الأقصى. أول تهجير كان 2008 و2009، تم تهجير 12 أسرة، حوالي 60-70 شخص. من يومها لليوم وهم بحاولوا تهجير العائلات. 28 عائلة سكنت هذه البيوت في حي الشيخ جراح منذ خمسينيات القرن الماضي بعد اتفاق مع الأردن ووكالة الأونروا بتملكهم البيوت مقابل تسليمهم بطاقات اللجوء. تطالب هذه العائلات الأردن بالتدخل والضغط على الاحتلال وتسليمهم الأوراق الرسمية كي يستخدموها في المحاكم علها تحمي حقوقهم وتجنبهم نكبة ثانية. في حي الشيخ جراح قصص متشابهة لعائلات على وشك طردها من بيوتها، فإلى هنا تهجر ذووهم إبان النكبة عام 48 وهم الآن على أعتاب تهجير آخر. أحمد جردات، العربي، القدس.